العش العنكبوت والحمامتين وارد من يوم اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟ لا، يذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اختفى في غار ثور عششت عليه العنكبوت ووقعت الحمامة على غصن شجرة، وهذا كذب لا صحة له، ولا فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن أي إنسان تعشى عن عنكبوت وتكون حوله حمامة، إذا رآه من يراه يقول ما في أحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعمى الله أبصارهم عنه. ولهذا قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرني. ما في مانع، فالعنكبوت والحمامة لا صحة لكونهما حصل عند اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. ولهذا يحترم كثير من الناس العنكبوت، يقول لا تقتلها لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الوزغ يقتل لأنه كان ينفق النار على إبراهيم فهذه تكرم، فنقول لا، العنكبوت تقتل إذا آذت مثل غيره، وهي تؤذي في بعض الأحيان، تعشش على الكتب وعلى الجدار وعلى فتقتل. بل في حديث لكنه ضعيف، الأمر بقتل العنكبوت لكنه ضعيف.